أو الظهيرة مباشرة على الأولى، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين هذه النشرة. الملكية ومعها الشعب المغربي تحتفل اليوم بحلول الذكرى 13 لميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة خديجة، مناسبة تعبر من خلالها جميع مكونات الشعب المغربي عن مشاطرتها الأسرة الملكية الشريفة، أفراحها ومسراتها. برباط انطلاق المشاورات مع فعاليات المجتمع المدني حول البرنامج الوطني المندمج لتمكين الاقتصاد للنساء في أفق عام 2030 الذي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وأطلقت بشأنه سلسلة من اللقاءات التشاورية. بتارودانت افتتاح المركب المندمج للصناعة التقليدية في سياق تعزيز البنية السوسيو اقتصادية وإنعاش الأنشطة المدرة للدخل مع تمكين الصناع من تسويق منتجاتهم. أهلا بكم. تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي اليوم بحلول الذكرى 13 لميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة خديجة، مناسبة تعبر من خلالها جميع مكونات الشعب المغربي عن مشاطرتها الأسرة الملكية الشريفة، أفراحها ومسراتها بحلول هذه الذكرى السعيدة. ويستحضر الشعب المغربي بالمناسبة الاحتفالات البهيجة التي أعقبت الإعلان عن ميلاد المولودة الثانية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. سعيد غنام وسميرة أسبان. 28 فبراير 2007 أشرقت جنبات القصر الملكي بميلاد أميرة بهية الطلعة، اختار لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اسم لالة خديجة. بقدومها في ذلك اليوم الأغر هلت البشائر وعمت الفرحة كل ربوع المملكة، وأضحى هذا الموعد تاريخا تحتفل به الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي قاطبة في جو من الابتهاج والسرور. مناسبة تتجدد معها الفرحة ذاتها التي عاشها الشعب المغربي في ذلك اليوم السعيد، وبحلولها يستحضر الشعب المغربي الاحتفالات البهيجة التي أعقبت الإعلان عن ميلاد المولودة الثانية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بعد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. 17 شتنبر 2011 كان الدخول المدرسي الأول لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة خديجة بالمدرسة الأميرية بالقصر الملكي بالرباط، مسار دراسي متألق بامتياز. أقبرها وأحملها بعيني على القمم العالية والثرية. أيها السادس العظيم سلاما كعبير للورد والريحان، فانتصر سيدي وخلفك شعب صادق في إخلاصه متفاني. كلمة عن الوطنية الحقة، إحساس وتعبير عن الانتماء، وتشبث بالثوابت، صفات ميزت المسار التربوي لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة خديجة. وإذ يشاطر الشعب المغربي الأسرة الملكية الاحتفاء بهذه الذكرى الغالية، فإنما يؤكد من جديد تلك المشاعر الفياضة التي تعكس تمسكه العميق وارتباطه الوثيق بالعرش العلوي المجيد، وولاءه الصادق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. البرنامج الوطني المندمج لتمكين الاقتصاد للنساء في أفق عام 2030 مشروع أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وأطلقت بشأنه سلسلة من اللقاءات التشاورية برأس هذا الأسبوع. اللقاءات تشمل مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ودولية وجمعيات وفاعلين على المستوى الترابي إلى جانب مراكز البحث. والمحطة اليوم كانت مع فعاليات المجتمع المدني ضمن مقاربة تشاركية لإنجاح هذا المشروع. المتابعة مع حنان أرسلان ومحمد الناصري.
مشروع البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 محطة هامة ضمن الخطة الحكومية للمساواة 2017-2021. الخطة تهدف إلى تقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للنساء وتعزيز فرصهن في الولوج المتساوي للعمل اللائق والارتقاء المهني والنهوض بالمقاولة النسائية. طبعا هذا البرنامج يتزامن اليوم مع فرص على المستوى الوطني مهمة جدا، خاصة في مجال تشجيع المقاولة عن طريق توفير التمويلات، وهذا كنعتبره واحد الفرصة مهمة مع لإنجاح هذا البرنامج، وكذلك مع كل البيئة التشريعية والتنظيمية اللي بلادنا انخرطت فيها، ولكلها بيئة تساهم في مزيد من تمكين النساء على كل المستويات. المجتمع المدني عنصر شريك في هذا المشروع من خلال عمله الميداني ومقترحاته للنهوض بالإدماج الاقتصادي للنساء. المتدخلين الوطنيين غادي يحاولوا انهم يكونوا يديروا واحد الالتقائيه في البرامج، لان تلقاو بعد واحد في عده برامج يكون المشروع وكل واحد يخدم على حده. هذا المشروع غادي يجمع جميع المكونات ديال المجتمع، الناس اللي تشتغل على المسائل القانونيه كما المشاريع ديال الاجتماعيه والاقتصاديه. تمكين الاقتصاد المراه هو اللي غادي يخليها تلقى يعني واحد الاستقلال مادي ديالها، واللي من خلاله كتقدر هي يعني تاخذ قراراتها. من خلال انا كمسؤول على العنف، حتى في العنف الا مكننا المراه اقتصاديا كتولي حاسه بواحد الاستقلاليه وكتقدر تاخذ القرارات ديالها. مشروع التمكين الاقتصادي للنساء يأتي ضمن دراسة استراتيجية أطلقتها الوزارة لتحليل كل المبادرات الوطنية الحكومية وغير الحكومية بهدف إدماج كل الجهود والبرامج في مشروع وطني شامل ومتكامل للتمكين الاقتصادي للمرأة في أفق 2030. ولمزيد من التوضيحات حول هذا المشروع معنا مباشرة السيدة فاطمة بركان، مديرة المرأة بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. بداية، ما هي الرؤية التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030؟ شكرا على الاستضافة. هذا البرنامج هو كما سبق والذكر بنبنى على واحد تشخيص جد دقيق لجميع الإكراهات وجميع الإشكالات التي يجب أن تكون أولوية للتدخل من أجل تمكين المرأة اقتصاديا بصفة مستدامة ودائمة. الرؤية التي تم اختيارها بالنسبة لهذا البرنامج هي كالتالي: تمكين الاقتصادي للنساء هو أولوية وطنية ودعامة للنموذج التنموي الجديد بأهداف ومؤشرات. مثلا نريد من هنا ل 2030 أن يكون معدل الشغل بالنسبة للنساء 30% بدل 22% الآن، أن يكون هناك معدل النساء في التكوين المهني بصفة عامة 8% بدل 4% الآن، وأن تكون هناك بيئة دائمة ومستدامة لتمكين النساء اقتصاديا ولحماية الحقوق ومساعدتهن على الولوج لسوق الشغل. طيب سيدة بركان، ما هي أهم مخرجات الدراسة التي أجريت حول مسألة التمكين الاقتصادي للنساء؟ بناء على التشخيص الذي تم، هو تشخيص كذلك جد مهم بناء على عدة ورشات وعدة استقصاء بعد الآراء ديال الأشخاص وبحوث ودراسة تقارير شملت جميع الجهات 12 جهة المغرب. كذلك تم الاستئناس بالتجارب الدولية في هذا المجال. تم تحديد الأولويات اللي هي المحاور الاستراتيجية ديال هذا البرنامج. الأولوية الأولى هو فرص الشغل بالنسبة للنساء والفرص الاقتصادية بالنسبة للنساء عبر المقاولة النسائية، عبر دعم التعاونيات، عبر دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي. كذلك بالنسبة للمحور الثاني الذي هو أولوية كذلك هو التعليم والتكوين، محاربة الهدر المدرسي، تمكين كذلك النساء بالتأهيل الذاتي والتأهيل المهني في الشعب الواعدة التي هي فرص كذلك يجب التحضير لها منذ الآن بالنسبة للفتيات في مجال
حتى مدروس، وكذلك بالنسبة للبيئة التي يجب أن يكون هناك مجال جد مهم لعدم تمييز وعدم العنف في بعض الأماكن، مثلا الأماكن العامة وأماكن العمل، وكذلك دعم المقاولة النسائية خصوصا في المراحل الأولى بالنسبة لها. إذن هناك ثلاث محاور استراتيجية: الفرص الاقتصادية التي يجب أن تتاح، التعليم والتكوين، والبيئة الملائمة والمستدامة التي تحمي القوانين، تحمي حقوق المرأة وتساعدهن على الولوج لهذه الحقوق، إضافة إلى عدة محاور التي هي داعمة، منها الاشتغال بصفة مهمة على الرقمنة ودور الرقمنة كذلك في فرص من محو الأمية، نتكلم عن محو الأمية الرقمية، ولكن هناك عدة تطبيقات التي يجب أن تساعد المرأة للولوج لعدة فرص من الأسواق، من المعلومة، من التكوينات، هذه كلها فرص. هناك من بين المحاور كذلك العرضانية الاشتغال على العقليات وعلى التصورات والتمثلات والصور النمطية التي تسيء بالمرأة والتي قد تحد من ولوجها لبعض المجالات، وهناك مسألة التمويل والمؤشرات التي تم تحديدها كما قلت مؤشرات للتتبع وذات الأثر وبأهداف وبرمجة زمنية جد محددة. طيب، الوزارة أطلقت في بداية هذا الأسبوع سلسلة من المشاورات مع عدة أطراف حول هذا المشروع، اليوم كان لقاء مع المجتمع المدني في إطار مقاربة تشاركية، ما الهدف من هذه المشاورات وما المأمول أن تخرج به؟ حقيقة هذا هو المسار الذي تتبعه الوزارة دائما في جميع الأوراش التي تأخذها على عين عاتقها. هناك المشاورات منذ المراحل الأولى، فالتشخيص كما قلت كان عبر ورشات تشاورية مع جميع الفاعلين من قطاعات حكومية، من مؤسسات وطنية، من جمعيات مجتمع مدني، وكالات التنمية، جامعات، نقابات، كانت هناك مشاورات جد واسعة، وخصوصا كذلك مع جميع الشركاء التقنيين والماليين المتواجدين هنا بالمغرب. جئنا بعد أن تمت البلورة وتم تحديد الرؤية والأولويات والأهداف وكذلك بعض الإجراءات، جئنا في هذه المحطة لنقدم هذا المشروع للتشاور أولا، ليتعرف عليه الجميع هذو الفاعلين حول المحاور، حول مخرجات المشاركة التي ساهموا فيها، وكذلك لاستسقاء آرائهم حول هذه المخرجات، لأنه مثلا اليوم اشتغال مع المجتمع المدني هم بحكم قربهم من المواطنين، بحكم معرفتهم الدقيقة بالواقع الحال للمرأة بجميع المستويات، خصوصا المرأة القروية، المرأة السجينة، المرأة في وضعية إعاقة، المرأة المسنة، المرأة المهاجرة، جميع الفئات. هنا اقتراحات جد غنية ستسهم لا محالة في تجويد هذا البرنامج، وسنأخذها بعين الاعتبار ليكون هناك تبني للبرنامج وانخراط تام من أجل أن يكون هناك تفعيل جد بناء وجد مهم لهذا البرنامج في أفق 2030. البرمجة الزمنية للبرنامج تم تحديد الأولويات كما قلت من 2020 هذه السنة إلى 2030 عبر مراحل، ولكن هناك استعجالية في بعض المواضيع التي ستطرح منذ السنوات الأولى والتي يمكن أن تكون محور وكذلك رافعة بالنسبة للتمكين ولتغيير المؤشرات وإعطائها دفعة جد مهمة إن شاء الله. شكرا لك يا السيدة فاطمة بركان، مديرة المرأة بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، على كل هذه التوضيحات. فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 يمتد إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. نيجيريا أعلنت اليوم عن تسجيل أول إصابة بالفيروس، ويتعلق الأمر بمواطن إيطالي مقيم عاد مؤخرا من ميلانو، ويتزامن هذا الإعلان مع انتشار المرض في أكثر من 50 دولة. وأضحت كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا واليابان بؤرا أساسية لانتشار الفيروس خارج الصين التي ظهر فيها لأول مرة في دجنبر الماضي. وتشير آخر المعطيات إلى أن الفيروس أصاب أكثر من 83 ألف شخص حول العالم، أغلبيتهم الساحقة في الصين، كما توفي نحو 2858 شخصا أكثرهم في الصين، بينما تعافى 33 ألف آخرون.
أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، أدى رئيس الحكومة الجديدة إلياس الفخفاخ وجميع أعضائها اليمين الدستورية وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور. وكان مجلس النواب التونسي البرلمان قد منح أمس ثقته إلى حكومة الفخفاخ بعد مشاورات صعبة في تشكيل الحكومة، وصفها الرئيس التونسي بالمضنية وقال إن انتظارات وأمال الشعب كبيرة، موضحا أن أهم التحديات هي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والفقر وانسداد الأفق. تركيا تحذر اليوم من أنها ستفتح أبواب العبور أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا غدا مقتل 33 من عناصر جنودها في غارة جوية في إدلب شمال غرب سوريا، نسبت مسؤوليتها إلى دمشق. وبينما عبرت المجموعة الدولية عن مخاوف من تصعيد خطير في المنطقة، يعقد حلف الشمال الأطلسي اليوم اجتماعا طارئا لبحث الأزمة السورية. مستجدات هذا الملف مع خالد الأحمدي. مخاوف دولية بشأن التصعيد الخطير الذي تشهده حاليا محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وحلف الناتو وبطلب من تركيا يجتمع اليوم على مستوى سفراء الدول الأعضاء لبحث التطورات الميدانية في سوريا. الحلف يدين الضربات الجوية التي تعرضت لها القوات التركية في إدلب، ما أسفر عن مقتل 33 جنديا تركيا على الأقل. الأمين العام للحلف يدعو كافة الأطراف إلى وقف التصعيد. تركيا التي تدعم فصائل معارضة في إدلب تحث المجتمع الدولي على إقامة منطقة حظر جوي لمنع طائرات النظام السوري وحلفائه من شن ضربات. اليوم وغداة الخسائر التي تكبدتها أنقرة في صفوف قواتها على يد القوات النظامية. يعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 16 عنصرا ينتمون إلى الجيش النظامي جراء قصف تركي لمحافظة إدلب. تركيا ترفض التفسير الذي قدمته روسيا لتبرير العملية العسكرية التي أدت إلى مقتل جنود أتراك. وزارة الدفاع الروسية تفيد بأن الجنود الأتراك الذين استهدفهم القصف كانوا ضمن وحدات مقاتلة من مجموعات إرهابية على حد تعبيرها. وللضغط على دول الاتحاد الأوروبي من أجل التحرك، تركيا تهدد بفتح أبواب العبور أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا. قرار فتح الأبواب اتخذ ليلة أمس خلال اجتماع طارئ ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أمام هذا الوضع، الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية قد تكون الأسوأ منذ بدء الحرب في سوريا. الهند تشهد أسوأ موجة عنف منذ عقود، راح ضحيتها 38 قتيلا على الأقل، واشتعلت شرارة المصادمات بين متظاهرين مؤيدين وآخرين معارضين لقانون جديد مثير للجدل حول الجنسية يسمح بتجنيس غير المسلمين من بنغلاديش وباكستان وأفغانستان الذين دخلوا الهند بشكل غير قانوني. وأمام تصاعد موجة العنف، أعلنت وزارة الداخلية الهندية مساء أمس عن نشر حوالي 7000 من القوات الشبه العسكرية شمال شرق العاصمة للسيطرة على الوضع. نظام المقاول الذاتي آفاق جديدة لتأهيل الشباب ودعم المقاولات الناشئة. هذا الموضوع شكل محور لقاء تواصلي نظمته بالدار البيضاء الهيئة الوطنية للشباب والتنمية والفيدرالية المغربية لمموني الحفلات. لقاء هدفه حث الشباب حاملي المشاريع على الانخراط في نظام المقاول الذاتي من جهة، وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني. حسن زكي ومحمد العربي. هو لقاء تواصلي وتحسيسي حول نظام المقاول الذاتي، فرصة سانحة لفتح آفاق رحبة للشباب الذي يتوق إلى عالم المقاولة. لقاء شكل محطة مهمة لتدليل الصعاب أمام حاملي المشاريع الجدد وتوضيح مضامين ومرامي القانون المتعلق بنظام المقاول الذاتي. فنظام المقاول الذاتي يمنح مجموعة من الامتيازات للشباب من خلال إعفاءات ضريبية بالنسبة للمقاولين لخمس سنوات الأولى، امتيازات جبائية
حيث أن نسبة الضريبة على القيمة المضافة لا تتجاوز 0.5% بالنسبة للحرف و 1% بالنسبة للتجارة. واليوم أنا جيت من أجل الاستفادة من عرض ديال المقاول الذاتي، فالحمد لله يعني نحن في صدد يعني الاستماع للعرض اللي هو مفيد ومفيد جدا بالنسبة للمقاولين الذاتيين. ومن بين الفئات المستهدفة من برنامج انطلاقة كما جاء في المداخلات فئة المقاول الذاتي. هذا البرنامج سيمكن من تقوية ونشر روح المبادرة المقاولاتية وتماشيا مع توجيهات الملكية السامية في المشروع الجديد اللي هو انطلاقة. فكنتمنى من هذا المنبر أننا كنحتو جميع الشباب باش يفتشوا ويقلبوا ويعرفوا شنو يعني النظام المقاول الذاتي، ويحاولوا يتواصلوا مع جمعيات ومؤسسات اللي كتعني بهذا الشأن هذا من أجل التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة. جاو معنا الناس ديالنا اللي كيخدموا معنا حتى هما باش يستافدوا في هذا اللقاء هذا، ونتمنوا باش حتى هما اليوم صغار غدا يكبروا ويزيدوا فسميتو ديالهم، نتمنوا من الله خير. بلغه الارقام وحسب احصائيه وزاره الصناعه والتجاره والاقتصاد الاخضر والرقمي لشهر يناير 2020 فقد تم تسجيل اكثر من 118 الف مقاول ذاتي في السجل الوطني للمقاول الذاتي. من أجل تعزيز البنية السوسيو-اقتصادية وإنعاش الأنشطة المدرة للدخل افتتح بإقليم تارودانت المركب المندمج للصناعة التقليدية الذي يشمل على مجموعة من الورشات والحرف ومراكز التأهيل المهني في قطاع الصناعة التقليدية. مركب يفتح المجال أمام الصناع التقليديين والحرفيين لعرض منتجاتهم وتسويقها في ظروف ملائمة. جولة عبر هذا المركب مع حيجب تامك، ياسين مرافق وحسناء مساوي. على مساحة 5374 متر مربع تم بناء المركب المندمج للصناعة التقليدية بتارودانت. مركب يحتوي على 27 محلا للعرض يمثلون 13 حرفة، معلمة ستشكل فرصة للصناع التقليديين لإبراز منتجاتهم المحلية والترويج لها في فضاء منظم. أغلبية ديال الناس كاين اللي خدام في الدار ديالو واستبد هنايا، كاين اللي خدام في المحل ديالو كاري واستبد هنايا. اذا اعطي قيمه مضافه لدوك الصناع التقليديين، خرجهم واحد البلاصه بينهم في واحد البلاصه اخرى. كنا كنخدموا داخل البيوت ديالنا وكان يعني العمل بسيط، داخل البيت كاين واحد بحال واحد القوقعه محدوده ما تيجي عندك كليان في شحال. دابا ولله الحمد عندنا فينا مع من غنتحركوا مع ناس اخرين ثقافات اخرين. كندير ماكينه تريكو، طرز الفاسي بالماكينه، رباطي، كروشي. وقد تم إنجاز هذا المركب بهدف تعزيز البنية التحتية للصناعة التقليدية بمدينة تارودانت قصد تشجيع النسيج الاقتصادي وتمكين السياح الأجانب من الاطلاع عن قرب على كل ما يزخر به الإقليم من صناعة تقليدية متنوعة. Je suis très contente de venir ici. C'est une très jolie bâtiment. أنا جد سعيدة ومعجبة بهذا المركب حيث عاينت عن قرب اشتغال الصناع التقليديين الذين يعملون بمهارة وإتقان ومنتوجاتهم ذات جودة. كما اقتنيت عدة منتوجات تقليدية ووضعت طلبية لمنتوجات بمواصفات ومميزات خاصة. هذا المركب اللي كنتمناو فيه يعطي واحد دفعة للصناعة التقليدية بالإقليم، اللي غيكون فرصة للصناع التقليديين باش يبرزوا المنتوجات ديالهم يكونوا قرب من السوق. هذا المركب اللي كيتوفر على مركز ديال التأهيل المهني، إدارة ومقصف وورشات ديال الحرفيين. إلى جانب هذه المحلات المخصصة للصناع التقليديين، المركب يتوفر أيضا على مراكز للتأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية. في المناطق الجبلية التي تعاني ضعفا في الخدمات الطبية تساهم جمعية المجتمع المدني إلى جانب أطباء متطوعين في تقديم الرعاية الصحية للساكنة المحتاجة. بالجماعة الترابية جيجو بإقليم بولمان التي تشهد في هذه الفترة انخفاضا في درجات الحرارة، أطلقت جمعية كفاءة مواطنة للتنمية قافلة طبية في مختلف التخصصات شملت حوالي 1500 شخص. روبورتاج نوال القراري وأحمد الفاضلي.
مع حلول كل موسم الشتاء اعتادت ساكنة منطقة جيجو بإقليم بولمان على القوافل الطبية المتعددة التخصصات تنتظرها بشغف لتبوح لها بما اعتر الجسد من أمراض وعلل. وزلنا دوزو العيالات دوزو الرجال دوزو الشيوخ الوليدات كل شيء دوز الحمد لله. اللي عنده شي مشكل كيحلوه ليه. عندي السكر 18 عام هادي وانا رانا كنتبع. دابا جيت لهاد الطب الله يجازيهم بخير عطاوني الدواء عبرونا الخزان والله يجازيهم بخير. جيت كضرني جنبي وراسي وركابي وسمعت هاد الاطباء جاو لهنايا وجيت ليهم ودوزوني استقبلوني مزيان وعطاونا الدواء. الطبع الجبلي لدوار أيت حمزة والاعتماد على الأعمال الفلاحية التي تتطلب مجهودا مضاعفا يجعل انتشار بعض الأمراض أمرا اعتياديا، لكنه يستوقف الاختصاصيين والمسؤولين على حد سواء للتدخل من أجل التشخيص وتقديم العلاج. أغلبية العيال النساء ما كاينش واحد التتبع الحمل بواحد الشكل اللي هو منتظم، بالإضافة أن موازاة مع مجموعة ديال الأمراض النساء هذيك نلاحظوا واحد شوية ديال ليكيست إيباتيك إيداتيك اللي هما منتشرين بشكل كبير وليزيغني الفتق اللي هو منتشر بواحد الشكل كبير في هذه المنطقة. تقريب الخدمات الصحية والكشف عن الأمراض المنتشرة داخل هذه المنطقة والمساعدة الطبية وتوجيه الحالات للمستشفيات العمومية الكبرى. هذه الحملة سخيرة عدد من الموارد البشرية واللوجستيكية مهمة من أطباء عامون أطباء أخصائيون في عدد من التخصصات تقنيون ممرضون وكذلك إداريون استفادوا كذلك من الأدوية مجانا وكذلك من عدد من البرامج الصحية. 3000 مستفيد من الخدمات الصحية لهذه القافلة التي توزعت بين التشخيص والعلاج وتقديم الدواء بالمجان وكذا حصص توعية وتحسيس الأطفال بنظافة الفم والأسنان. رياديا فريق رجاء البيضاوي في مواجهة صعبة اليوم أمام نادي مازيمبي بالكونغولي في على المستوى القاري على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء يتقابل فريق الرجاء أمام نظيره الكونغولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم وتتطلع عناصر الرجاء إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق قوي يتمتع بخبرة كبيرة في البطولة الإفريقية لتأمين لقاء إياب مريح في لوبومباشي يسهل مهمتها في العبور إلى دور نصف النهائي. عن هذه المباراة نتابع ورقة عبد الحق بيهت. استعد فريق رجاء البيضاوي بشكل جيد وبمعنويات جد مرتفعة لمواجهة فريق تيبي مازيمبي الكونغولي في لقاء الذهاب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سيقام اليوم بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك بعدما استعاد المدرب جمال السلمي معظم العناصر التي تشكل الدعامة الأساسية داخل سفينة فريق رجاء البيضاوي تحسبا لهذا اللقاء القوي. هذه المباراة عندها طعم خاص سيرتو كنعرفوا الجمهور متعطش لهذا الكاس هذا هو الكاس لعصبة الأبطال، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى العناصر يكونوا في المستوى باش نحقوا المبتغى ونفرحوا الجمهور ديالنا إن شاء الله. فريق رجاء البيضاوي الذي فاز بهذا اللقب القاري 3 مرات سنوات 1989 1997 و1999 لن تكون مهمته سهلة وهو يواجه فريقا عتيدا اسمه تيبي مازيمبي الكونغولي المتخم بالألقاب والمتوج بدوره 5 مرات بهذا اللقب القاري ويتطلع للمزيد من الألقاب مما يصعب مأمورية الرجاء أكثر في لقاء اليوم بالدار البيضاء. لن يكون سهلا، يجب أن نعمل جيدا دفاعيا وهجوميا وعلينا أن نفعل أحسن لنحقق نتيجة إيجابية. إذن رغم قوة الفريق الكونغولي تيبي مازيمبي الذي سيحاول لمحة للعودة بأقل الأضرار والخسائر فإن فريق الرجاء البيضاوي ملزم بتحقيق الانتصار ونتيجة الاطمئنان بميدانه وأمام جمهوره قبل الرحيل إلى الكونغو ولقاء الإياب يوم 7 من الشهر القادم. وفي كرة المضرب نتابع لقطات من بطولة الدوحة بقطر إنات وبطولة أكابولكو بالمكسيك ذكور والبداية بتأهل الإسباني رافائيل نادال إلى دور النصف.
ختاما تذكير بأبرز محطات الخبر في نشرة الظهيرة. الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي تحتفل اليوم بحلول الذكرى 13 لميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة خديجة، مناسبة تعبر من خلالها جميع مكونات الشعب المغربي عن مشاطرتها الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها. برباط انطلاق المشاورات مع فعاليات المجتمع المدني حول البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 الذي أعدت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وأطلقت بشأنه سلسلة من اللقاءات التشاورية. وبيتارو دانت افتتاح المركب المندمج للصناعات التقليدية في سياق تعزيز البنية السوسيو اقتصادية وإنعاش الأنشطة المدرة للدخل مع تمكين الصناع من تسويق منتجاتهم. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى الغد بإذن الله.